بالنسبه لي هنا، فانا هقدر اتحكم في المسافه اللي هي الاتش اس او ديت، اقدر اتحكم فيها، اقدر اقول يبتدي يبني مثلا او يعمل اي حاجه على بعد قد ايه من الهوريزنتال، كيرف. تمام. طيب تاني حاجه، لو انا عندي اصلا العائق موجود، يعني انا بالنسبه لي العائق هو فعلا موجود، تمام، وعندي الطريقه اهوت انا عايز اعمله، طيب اتحكم انا بقى ازاي علشان اوفر للسائق ده المسافه الامنه؟ والله احسب انا بقى، انا خلاص العائق بالنسبه لي موجود اهوت، احسب انا بقى الستوبنج سايد ديستانس اللي هو محتاجها، تمام، وهو من الستوبنج سايد ديستانس، مش احنا كان الستوبنج سايد ديستانس كان بيساوي 1.47 في الفي في التي زائد الفي سكوير على 30 في الجي في على الجي في على الاف زائد وناقص الجي، يعني الستوبنج سايد ديستانس علاقه في السرعه، تمام. يبقى انا اقدر اتحكم في ايه؟ اقدر اتحكم في السرعه، تمام. يبقى انا اقدر اتحكم في حاجتين، والله لو العائق مش موجود بقدر اتحكم في المسافه دي، لو العائق مش لو العائق موجود فعلا يبقى هتحكم في السرعه اللي هيمشي بيها على المنحنى، تمام كده. طيب يا هندسه، هو لو العربيه لو الطريق ده حارتين اتنين مثلا رايحين، انهي سائق فيهم او انهي واحد هيتاثر اكتر بالمسافه بتاعه الرؤيه دي؟ يعني انهي واحد مش هيشوف العائق الناحيه التانيه اكتر، اللي على الحاره دي، اللي ماشي على الحاره دي، ولا اللي على الحاره دي؟ باشمهندسين الناس معايا؟ ايوه معاك، اللي هو اللي أكيد اللي جوه ده هيتأثر أكتر، تمام؟ يبقى أنا بالنسبة لي أشتغل على أنهي؟ ايوه باشمهندس، بقى اللي انحرف داخل بتقول ايه يا هندسة؟ بتري هندسة، طيب نكمل يا باشمهندس. قلنا دلوقتي لو الطريق ده على حارتين، الحارة الداخلية اللي هي تمام يا هندسة. طيب انا لو في عندي عربيتين بيتحركوا هنا، اللي تحت، تمام، يبقى قلنا العربية اللي هتتأثر أكتر، ليه يا باشمهندس؟ يبقى العربية اللي هتتأثر أكتر أنهي؟ اللي ماشية في الحارة الداخلية ديت. يبقى احنا الكريتيكال بالنسبة لنا هنشتغل على إيه؟ هنشتغل على سنتر لاين الحارة الداخلية، تمام؟ طيب احنا عايزين نطبق ده بناء على العلاقات اللي احنا كنا خدناها قبل كده، مش احنا قلنا احنا عايزين نعمل إيه؟ احنا عايزين نوفر المسافة الآمنة للسائق اللي هي الاس اس دي، تمام؟ طيب قلنا المسافة من العائق لحد سنتر لاين الحارة الداخلية هنسميها وليكن ام اس، تمام. طيب هنا الستوبنج سايد ديستانس ده هيبقى عبارة عن جزء من الكوس، جزء من الهوريزونتال كيرف، يبقى هنفرض ان الستوبنج سايد ديستانس اللي هو طول جزء من الكيرف هيساوي ايه؟ باي على 180 في الار في في الدلتا اس. ايه الار في وايه الدلتا اس؟ الار في ده هندسة اللي هو نص القطر المنحنى لحد سنتر لاين الحارة الداخلية اللي انا شغال عليها، تمام. يبقى الار في ديت ده نص القطر لحد نص الحاره لحد منتصف الحاره الداخليه. طب هجيبه ازاي؟ مش انا عندي طول الار ده لحد سنتر لاين الكيرف اصلا؟ طيب لو الطريق ده انا قلت لك ان هو حارتين، حاره رايح وحاره جاي، يبقى الار في هيساوي ايه؟ هيساوي الار كلها ناقص نص الحاره، تمام. طيب يا هندسه، لو قلت لك ان ده 4 حارات، يبقى الار في ده هيساوي ايه؟ هيساوي الار كلها ناقص حارة ونص، يعني لو الطريق ده كده ده 4 حارات، تمام، ادي حارة تمام، انا عايز الار في، عايز لحد الحارة الداخلية دي، طيب ما الار كلها لحد المنتصف، صح؟ يبقى انا عايز كده، عايز اطرح ايه؟ حارة ونص، تمام. مش منسين معايا؟ معاك يبقى قلنا الار في ديت هي ايه؟ اللي ده نص القطر لحد منتصف الحاره الداخليه اللي انا عايز احسب عندها. طيب الدلتا اس، الدلتا اس ديت اللي هي ما بين النقطه اللي انا هبتدي اشوف العائق عندها، اللي هي لو خدت خط كده عند العائق بالنسبه لي اللي هو العائق ده بدايه ان انا هبدا اشوف لو اي حاجه ظهر الناحيه التانيه،
بداية الرؤية بالنسبة لي عند النقطة دي. قبل كده أنا مش هشوف أي حاجة لأن الأيق ده موجود، فهبتدي أشوف إمتى؟ هبتدي أشوف هنا عند النقطة دي. باشمهندس بعد إذنك، قول يا باشمهندس. وحضرتك قلت دلوقتي لو الطريق 4 حارات هطرح حارة ونص، تمام. مش المفروض هو أنا بطرح عند والكيرف بتاعي نص القطر بتاعي بيبقى عند الحارة الكريتيكال لحد نصها يعني؟ تمام، ما هو لحد نصها هي هندسة. بس يا هندسة لأ، أنا لو دلوقتي هو 4 حارات، 4 حارات. لو حارتين رايح وحارتين جاي، تمام، أنا عايز عند أنهي حارة؟ أنا عايز عند الحارة الداخلية. أنا الأرض اللي هو نص تمام القطر ده لحد فين؟ لحد منتصف الطريق، تمام تمام. يبقى واخد كام؟ واخد حارتين أهم، ايوه تمام. ايوه أنا عايز عند نص الحارة الداخلية دي هندسة، يبقى هطرح كام؟ هطرح الحارة دي ونص الحارة الداخلية، تمام تمام تمام. طيب تمام تمام نيجي بعد كده على الدلتا اس دي. الدلتا اس ده اللي هي ايه؟ قال لك دي المسافه اللي عند الاستوبنج سايد ديستانس اللي انا عايزها، تمام. يبقى الزاويه المقابله للاستوبنج سايد ديستانس اللي انا عايزها، اللي هي من بدايه ما هشوف العائق الناحيه الثانيه لحد العائق اللي هو الاستوبنج سايد ديستانس لحد ما هقف، تمام. يبقى الاس اس ده هو باي على 180 في الار في الدلتا اس، ده القانون اللي احنا عارفينه بتاع طول جزء طول قوس من المنحنى، تمام. واحنا طول القوس من المنحنى ده احنا فرضين ان هو دلوقتي الايه؟ الاس اس دي اللي احنا عايزينها. طيب الدلتا اس هنجيب من هنا، الدلتا اس هتساوي ايه؟ طرفين في وسطين 180 في الاس اس دي على الباي في الار في، تمام. طيب الام دي هندسه لو تفتكر احنا كنا بنجيبها المره اللي فاتت ازاي؟ كان القانون بتاعها ايه؟ مش كان القانون بتاعها الام كان بيساوي الار في واحد ناقص كوزين الدلتا على الاثنين، تمام. طيب كل اللي احنا هنعمله احنا شلنا الدلتا اس، وشلنا الدلتا اس وعوضنا مكانها ب 180 في الاس اس في الاس اس اللي هي ستوبنج سايد ديستانس على الباي في الار في، تمام. يبقى الام اس اللي احنا عايزينها ديت هتساوي كام؟ هتساوي الار في واحد ناقص كوزين 90 في الاستوبنج سايد ديستانس على باي في الار في. الام اس ديت هندسه اللي هي ايه؟ قلنا دي المسافه من منتصف الحاره الداخليه لحد العائق، تمام. طيب الار في، الار في ده المنتصف منتصف الكوت لحد ايه؟ لحد برضه منتصف الحاره الداخليه، تمام. ده نص القطر لحد منتصف الحاره الداخليه، تمام. وده القانون بتاعنا. لو اختصرت 90 مع الباي هيطلع لك القانون اللي انت خدته في المحاضره اللي هو الام بتساوي ار في 1 ناقص كوزين 28 65 في الاس اللي هي الاستوبنج سايد ديستانس في الار، تمام. يبقى هو ده القانون اللي احنا هنعوض فيه على طول، يعني مش شرط ان انت تروح تثبت، انا بعرفك القانون جه منين، تمام. انما العلاقه اللي انت هتعوض فيها على طول هي العلاقه اللي تحت دي اللي هي الام هتساوي ار 1 ناقص كوزين 28 65 في الاس على الار، تمام. يبقى انت كده عرفت العلاقه دي جت منين. طيب وعرفنا احنا مطلوب مننا هنعمل ايه؟ قلنا احنا عندنا مشكلتين، تمام. المشكله الاولانيه ان احنا لو الطريق لسه هيبتدي يتعمل فالعائق ده بالنسبه لنا مش موجود، فاحنا في ايدينا ان احنا نتحكم العائق ده هيبقى موجود فين، تمام. فنجيب منها الام. طب لو العائق موجود واحنا عايزين نتحكم في المنحنى ده، يبقى نشوف الاستوبنج سايد ديستانس اللي احنا عايزينها ايه ونتحكم في السرعه. نيجي كده على اول المنحنى نكتب مثلا ان السرعه لا تزيد مثلا عن كذا، عن السرعه اللي انا عايزها، تمام. طيب في طريقه تانية هندسه نجيب منها الاستوبنج سايد ديستانس. قال لك هندسه هي بكل كل الحكايه ان احنا عندنا العلاقه اهيت الام بالار في 1 ناقص كوزين 28 65 في الاس على الار، ده علاقه في كام مجهول يا هندسه؟ في 3، تمام. فراحوا واخدين العلاقه ديت، تمام، ورسمين بيها منحنيات. تمام، يعني خد العلاقه اللي فوق ديت وراح رسم بيها ايه؟ ورسم بيها منحنيات بناء على ايه؟ قال لك ده بناء على نص القطر، تمام، وده ال اتش اس او اللي احنا كنا عايزينها اللي هي الام في اللي هي الام في اللي احنا كنا بنقول عليها، تمام. والله لو انت معاك الار ومعاك الام في هتخش المنحنى هنا تجيب منه الايه؟ الاستوبنج سايد ديستانس اللي انت عايزها وتجيب السرعه اللي هو يمشي بيها، تمام. يبقى هنا هنجيب الار، يعني لو معانا نص القطر، تمام، ومعانا الام في اللي احنا عايزينها هنخش هنا نجيب الايه؟ هنجيب الاستوبنج سايد ديستانس. طب لو احنا معانا الاستوبنج سايد ديستانس ومعانا الار، والله هاجي عند الار اللي انا عايزها وامشي افقي كده لحد ما اشوف الاستوبنج سايد ديستانس بتاعتي فين وانزل راسي اجيب منه الايه؟ اجيب منه المسافه اللي انا عايزها اللي هي الام في، تمام. يعني ديت علاقه في 3 مجاهيل، معايا 2 هخلف اخش على المنحنى اجيب الايه؟ اجيب المجهول التالت، تمام. مفهوم المنحنى ده؟ يبقى ده عباره عن نص القطر، ده عباره عن الام في اللي انا عايزها،
ده عباره عن السترونج سايد ديستنس. والله معايا الام ومعايا الار، يبقى اخش بالار افق كده واطلع من ام راسي لحد ما اخبط فين، لحد ما يتقابلوا عند نقطه، لو اتقابلوا مثلا نقطه هنا يبقى ده السترونج سايد ديستنس بتاعي. تمام، لو معايا السترونج سايد كمسألة، ديستنس مش مهندس بعد ده. كمسألة في الامتحان بيديني الملحنات معايا. كمسألة في الامتحان مش هيديك المنحنيات يا هندسة، انت هتقعد في القانون على طول. القانون ده تمام هي العلاقة الوحيدة اللي معاك، هي العلاقة دي. تمام، انا بشرح لك بس المنحنى ده جه منين، تمام، او بيستخدموه ازاي. هو المنحنى ده تمام موجود، تمام، هو المنحنى ده موجود بيسهل عليك. هم عملوا علاقة، جابوا علاقة ما بين ثلاث حاجات دولت، هم ثلاث مجاهيل، تمام، قعدوا يفرضوا مثلا الار لو بكذا والاس بكذا الام تطلع بكام، طب لو الار بكذا والاس بكذا تطلع بكام، وفضلوا يرسموا العلاقة دي. تمام كده، يبقى احنا عندنا طريقتين اهم، الطريقة ديت العلاقة وطريقة الجدول. احنا هنشتغل في ايه في الامتحان؟ هنشتغل بايه؟ العلاقة دي. يعني غالبا يعني مش هيجيب لك المنحنى ده في الامتحان. تمام، طيب تعال نشوف تمام مسألة. شكرا مش. تعال نشوف مسألة، بقول لك ايه، بقول لك a corner of building is 36 feet from ايه، from center line of curved، يعني من ست بيبعد 36 من center line. يعني بقول لك كورنر اوف بيلدنج يعني ركن مبنى بيبعد 36 قدم عن السنتر لاين اوف كيرف، عن مركز الايه، الهوريزونتال كيرف بالنسبه لي. تمام، بقول لك ايه، A section of four lane rural highway، يعني ده عندك ده كام حاره يا هندسه، يعني تركز في الحته دي. هو كام حاره بالنسبه لي دلوقتي؟ قال لي ان هو 4 حارات. تمام، بقول لك if this section has a grade of 5% and the radius of the corner is 320، مديك نص القطر ب 320، what is the speed limit will you recommend as this section؟ يعني بقول لك ايه هي السرعة اللي انت بتحددها ان هو يمشي على الطريق ده. تمام، يبقى احنا قلنا ديت الحالة التانية بالنسبة لي، ان انا عندي في عائق موجود بالنسبة لي، تمام، هو اوريدي موجود وانا الطريق خلاص اتعمل، فانا عايز احدد بالنسبة لي السرعة اللي يمشي عليها على المنحنى ده. تمام، يبقى احنا هنعمل ايه يا هندسة؟ هو عايز السرعة. تمام، طيب اول حاجه لازم تروح تحددها، لازم تروح تحدد الام والار في، اللي هي الام في والار في، ده اول حاجه لازم هتشتغل عليها، لان انت مش هتشتغل على الام بتاعه المنحنى ككل. هو الصوت راح من عندنا بس ولا؟ لا الصوت راح على عندي برضه، يمكن فعلا عندي شوية. اوكي.